السلام عليكم ومرحبا بكم إخواني وأخواتي في هذا الفيديو الجديد. كما عودناكم اليوم أتيناكم بأهم أخبار الجزائر. وفي الأخبار لدينا الإعلام الفرنسي يتغزل بالجزائر. في الأخبار أيضا مجلة أمريكية تنشر مقالا عن الجزائر تقول فيه أن نجم الجزائر يصعد في منطقة غرب المتوسط. وأخيرا في الأخبار السجن 10 سنوات في حق شقيق بوتفليقة وعلي حداد. هذه هي أبرز عناوين أخبار الجزائر، بل ابقوا معنا حتى الآخر باش تعرفوا كاع تفاصيل هذه الأخبار. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش أرجوكم تضغطوا على زر الإعجاب. كالعادة خلونا نحاولوا نوصلوا هذا الفيديو 1000 لايك، هذا راح يدعم القناة كثيرا، وخلينا نعطوكم كل أخبار الجزائر كل يوم. شكرا لكم. في الخبر الأول، الإعلام الفرنسي يتغزل بالجزائر. حيث سلط الموقع الإلكتروني الفرنسي أورو نيوز في تقريره الأخير الضوء على الصناعة الصيدلانية في الجزائر. كما جاء في التقرير أنه في غضون عقود قليلة أصبحت الجزائر واحدة من منتجي الأدوية الرئيسيين في إفريقيا، حيث تم إنتاج ما قيمته أكثر من 2.5 مليار يورو من الأدوية العام الماضي. وتغطي الجزائر حوالي 200 وحدة إنتاج وما يقارب 70% من الاحتياطات العامة للبلد. وذكر كمثال مختبر فراتي ريزس التي قامت في خضم الوباء بتسويق أحد مضادات التخدر والتي تم وصفها لمرضى كوفيد-19، وهي المرة الأولى في الجزائر التي يتم فيها إنتاج أدوية بديلة. وقال عبد الرحمن بوديبة الأمين العام لشركة فراتي ريزس نقلا عن ذات المواقع: العالم اليوم يتجه نحو التكنولوجيا الحيوية، لقد توقعنا مثل المختبرات الدولية والأجنبية من خلال الابتكار الصيدلاني ومن خلال توجيه إنتاجنا نحو البدائل الحيوية وإنشاء المنتجات المشتقة من زراعة الخلايا، وبهذا يصبح المنتوج الذي تم استيراده منذ 20 عاما، ولقد ضمننا الاكتفاء الذاتي لبلدنا لمرضى الجزائريين. كما يخطط المختبر الآن لتسريع صادراته، لكن هناك أدوية أخرى هي الاقتراب من الاكتفاء الذاتي. بفضل بحثه يأمل في أن يتمكن قريبا من تصنيع المواد العضوية. يقول حمزة منصور المدير العام لشركة فراتي ريزس: إذا نفذنا هذا التخليق الحيوي فسنستغني عن الاستيراد للمواد الخام، سنقوم بتصنيع المواد الخام الخاصة بنا وسنضمن تركيبنا الحيوي وتصنيعنا من الألف إلى الياء. أيضا ولإحياء استراتيجيتنا الصحية تعتمد الجزائر على مختبر العام صيدال، حيث كان من الأوائل في إفريقيا الذين أنتجوا لقاحا مضادا لكوفيد بالتعاون مع الصين. كما قالت أن الشركة تتطلع إلى إفريقيا وتدعم تطوير صناعة قارية متكاملة مع محاور إقليمية متخصصة. وقالت فطوم أقاسم الرئيسة التنفيذية لمجموعة صيدال: شركائنا الأفارقة أصبحوا أكثر تطلبا ويرغبون في وجود جزء من صناعة الأدوية في بلدهم، وهذا يمكن لصيدال أن تقدمه. وقال الموقع أن أحد التحديات الآن يتمثل في إقناع المانحين الرئيسيين مثل منظمة الصحة العالمية بشراء الأدوية الأفريقية من أجل خلق قيمة مضافة في القارة. فما رأيكم أعزائي المشاهدين في هذا الموضوع؟ أخبرونا رأيكم في التعليقات. الآن دعونا ننتقل إلى الخبر الآخر. في الخبر الآخر، مجلة أمريكية تنشر مقالا عن الجزائر تقول فيه أن نجم الجزائر يصعد في منطقة غرب المتوسط. نجم الجزائر آخذ في الصعود في منطقة غرب المتوسط كقوة دبلوماسية وطاقوية. هذا ما رصده تقرير نشرته مجلة فيرون بوليسي الأمريكية يوم الاثنين. وقد كان استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لرئيس الجمهورية الصحراوي إبراهيم غالي أحدث مؤشر على ذلك حسب المجلة. وجاء في التقرير الذي يحمل عنوان: هل تتخلى تونس عن المغرب لصالح الجزائر؟ موازين القوى تتغير في شمال إفريقيا. وآخر مؤشر على تصاعد نجم الجزائر إلى جانب الطلب الأوروبي على غازها الطبيعي كان قرار تونس باستقبال غالي. ويشير كاتب التقرير بذلك إلى استقبال زعيم البوليزاريو من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد ضمن قادة الوفود المشاركة في منتدى تيكادا الاقتصادي بين اليابان ودول الاتحاد الإفريقي. وحسب الفيرون بوليسي فإن خطوة سعيد جاءت لتؤكد أن تونس تزداد قربا من الجزائر
على حساب علاقاتها الوثيقة تاريخيا مع المغرب، في حين أصبحت علاقة الرباط مع طوكيو موضع شك. وأضافت المجلة أن الرئيس سعيد قد وضع في حسبانه النفوذ المتزايد للجزائر في المنطقة إلى جانب النهضة الدبلوماسية التي تعرفها البلاد مؤخرا، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا باعتبارها الثالث أكبر موردي القارة بهذه المادة بعد روسيا والنرويج. ونقل التقرير عن المحلل السياسي رؤوف فرحة قوله أن الحرب في أوكرانيا وتأثيرها على أوروبا من ناحية إمدادات الغاز تعيد وضع الجزائر كلاعب مهم في غرب البحر الأبيض المتوسط. وأضاف فرح يقول: الرباط قلق بشأن هذا أكثر من قلقها بشأن قدرتها على توفير إمدادات الغاز بأسعار تنافسية بعد إغلاق خط الأنابيب الذي كان يعبر أراضيها. ما رأيكم أعزائي المشاهدين في هذا الموضوع؟ في رأيكم ما هو سبب هذا التقرير عن الجزائر الذي أصدرته أمريكا؟ أخبرونا رأيكم في التعليقات. الآن دعونا ننتقل إلى الخبر الآخر. في الخبر الآخر، السجن 10 سنوات في حق شقيق بوتفليقة وعلي حداد. التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر تسليط عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات في حق كل من رجل الأعمال وزعيم الكارتيل المالي علي حداد والسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في قضية فساد تخص التمويل الخفي للحملة الانتخابية وإنشاء قناة لدعم ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة. والتمس النائب العام يوم الثلاثاء توقيع عقوبة 10 سنوات سجن نافذة بحق السعيد بوتفليقة الذي كان بالغ النفوذ خلال فترة حكم شقيقه الرئيس بوتفليقة. كما التمست مصادر جميع المحجوزات مصادرة جميع المحجوزات العقارية المنقولة والغير منقولة والحسابات البنكية التي تخصه. ووجه القضاء إلى كل من السعيد بوتفليقة وعلي حداد تهما تتعلق باستغلال الوظيفة وعدم التصريح بالممتلكات وإخفاء عائدات متحصلة عن جرائم الفساد وتبييض الأموال وتمويل السياسي الخفي والمخالف للقانون والإثراء الغير مشروع، وتتم ملاحقتهما وفقا لقانون العقوبات فإن الوقاية من الفساد ومكافحته. وتتعلق القضية بجميع المعنيين تمويلا وعتادا لإنشاء قناة الاستمرارية لصالح تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 11 أبريل عام 2019 قبل أن تندلع مظاهرات الحراك الشعبي في عموم البلد في 22 فبراير، مما دفع الرئيس بوتفليقة إلى إلغائها وتقديم استقالته لاحقا في التالي من أبريل عام 2019. وأعيد فتح ملف القضية بعد طعن تقدمت به هيئة دفاع السعيد بوتفليقة وعلي حداد بعدما كانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت بحقهما عقوبة بالسجن لمدة 8 سنوات في حق السعيد بوتفليقة و4 سنوات في حق رجل الأعمال ورئيس الكارتيل المالي في يونيو الماضي حداد. وما رأيكم أعزائي المشاهدين في هذا الموضوع؟ أخبرونا رأيكم في التعليقات. إخواني وأخواتي، هذا كل ما لدينا من أخبار في هذا الفيديو. أشكركم جزيل الشكر على المشاهدة وسنلتقي مجددا في فيديو آخر مع أخبار أخرى. إلى اللقاء.